الأستاذ حامد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الحقيقة ما يقال بأن شر النساء السويداء الممراض وشر منها الحميراء المحياط، فاسم الحميراء أيضا لأنها كانت محياط، سميت حميراء لأنها كانت في حالة حيض دائم، ينطبق على عائشة أم. ورحت فين دلوقتي؟ خلاص خلصت يعني؟ أنت هل أنت من الجبن بمكان ومن سوء الأدب بهذا المكان يعني؟ يعني خلاص فضيلة الشيخ ودخلت، وأنا عارف أن أنت داخل تفعل ذلك ومنتظر منك أن تكون حامدا، لكن سبحان الله أنت بينة من البينات. على ابن القيم يقول كل إنسان له حظ ونصيب من اسمه، وأنت ليس لك أي نصيب من اسمك أنت وشاكلتك. يعني الآن صارت الجرأة كبيرة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه معناها بأن الله تعالى سيفتح نصرا على 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 هؤلاء، لأنهما من سنن الله الكونية مزدادوا لعنا ومزدادوا إساءة ومزدادوا ازدراء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فتحهم الله جل في علاه لأهل الإسلام. هؤلاء القوم في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل اتصال يثبتون لكم، أنا أتكلم مع العامة الآن، أتكلم مع عامة المسلمين، وأنادي هؤلاء القوم اللي قالوا بالتقريب بيننا وبين هؤلاء الأخباس الأنجاس، أنا الآن أناديكم وأقول انظروا في كل ساعة وفي كل حين اتصال لسب العمر واستهزاء وانتقاص بعمر، اتصال سب العائشة، شوف الحميراء بتكلم على ذلك، وبعدين أصلا ما فيش ولا نص جاء حديث صحيح على الحميراء مع هذا، لكن هو يقول عائشة أمك. آه نعم، أمي وأفتخر. المصدر سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الألباني، طبعا المجلد السابع صفحة 817 محل الشاهد، طبعا رقم الحديث 3277 صفحة 817. انتظر علي. يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم، يعني إلى لعب الحبشة ورقصهم في المسجد؟ يا حميراء، ناداها بيا حميراء. أخرجه النسائي في السنن الكبرى الجزء الخامس صفحة 307. طبعا ماذا قال عنه آخر شيء؟ قال إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا، يعني كل الأحاديث المذكورة فيها يا حميراء غير صحيحة، فقط هذا الحديث اللي هو يا حديث يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم. طيب وإليكم. جد بالحراب والدرق، والنبي مع عائشة رضي الله عنها في غرفتها يقول لها يا حميراء، وهذا الحديث الوحيد الذي ثبت فيه لفظ الحميراء عن عائشة، أما حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لا يصح. طبعا نجي المحل الشاهد اللي هو المهم، لسان العرب، لسان العرب لابن منظور، في صفحة 3212 في باب الغين، غبن أو غتت، إلى محل الشاهد هنا، هو لسان العرب خبص واضحة عندك. طيب وشر النساء السويداء الممراض وشر منها الحميراء المحياض، إذا الحميراء معناها المحياض في حالة حيض دائم، وهذا ما نعني وهذا محل الشاهد وهذه البركة، أن نقول بأن معنى الحميراء هي المحياض. والسلام عليكم.